حياكم الله مرة ثانية، معكم أخوكم عبد السلام، وحياكم مرة ثانية سلسلة انطباعي. اليوم جبت لكم انطباعي لأحد الألعاب اللي أنا كنت أنتظرها من زمان، من قبل ما يعلنون عنها، اللي هي ياكوزا، يا لا عفوا، لايك دراجون إيشن، هذه اسمها حاليا، بس طبعا اللي بيعرفها اسمها ظاهر كان اسمها منو ياكوزا إيشن أو ياكوزا أو ياكوزا إف، والله ناسي. كانت هذا باختصار، اخذوا شخصيه ياكوزا العادي زي مثلا غورو ماجيما، كيريو واكياما، وجابوهم لليابان القديمه باسامي ثانيه. فالقصة هذه تتكلم عن بطلنا روي ساكوموتو رويما، وهو يبي ينتقم من الشخص اللي ذبح ابوه. هذا اللي بقوله وبسكت، لان ما ودي اتكلم كثير عن القصه، لان دائما احد اللي يجذب العاب ياكوزا القصه، وهذه الحمد لله يعني نفس الحال. ف ساكوموتو بينتقم من ابوه، وانت هدفك طول العمر انك تروح توديه تنتقم من ابوه فقط. ف اللعبه حاليا يعني زي عشان بنظام اليابان، فاكثر ناس سالوا قالوا شلون يعني، هل نظام الكامبات بيتغير؟ هل نظام الكامبات يعني بس نفسه؟ واحب اطمنكم ان الكامبات لا يزال يعني الحمد لله حلو ممتع و ورائع، لانه عندك اربع ستانس. عندك برولر اللي هو يضرب بكوس اللي هو ياكوزا القديمه، ممتع لا يزال حلو وجميل. وطبعا عندك تستخدم سيفك ساموراي، وطبعا عندك اذا انت مسخت معك ومالك خلق تلعب كثير وودك تستخدم اكثر اسلوب يعني ساموراي يتكلم عن الشرف، اللي هو طلع المسدس حلو. واذا مسخت معك عندك الاثنين اللي هو وايلد فلاور، تستخدم سيفك مسدس ضرب سيف 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 انهى الكامبو مسدس. زي ما تشوف الان لازال كومبات يعني ممتع، لازال كومبات ممتع ورائع، يعني مش اقدر اقول زياده من ناحيه كومبات غير انه لازال جميل. و ولا زالت السايد كويست غبيات، لا يزال السايد كويست يضحك، لا تزال القصه نفسها يعني حلوه وبنفس الوقت يعني شويه غبيه. ف هذه والله ما اقدر اقول شيء زياده غير ان الحمد لله الوقت اللي تضاع كان يستاهل. اللعبه حلوه، اذا انت واحد تحب ياكوزا انصحك بها، اذا انت واحد يعني ما عمره لعب ياكوزا وده يعني يلعبها انصحك تبدا من زيرو. بس هذه مي بشيء ليه، لانه احداث القصه يعني صارت مره 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 قديمه لدرجه انه مهم مربوطه بياكوزا الاساسيه، فهمت علي؟ فإذا بدك تلعبه أنصح يعني برضه ممشينا، يعني هذا ممشينا بدك تبدأه صراحة. فا overall أشوف اللعبة مرة حلوة، أنصحكم به إيشن لايك دراجون، لا لايك دراجون إيشن. وإذا أنت شايل هم تقول مثلا يعني في أكتيفيتيز، يعني تقول هل في أكتيفيتيز زي ياكوزا ثانيات، أقدر أطمنكم إنه إيه لا يزال فيه، يعني زي هنا تقدر تروح تغني اللي بخصار كاريوكي، مثل كريوكي بياكوزا العاديات، لان بياكوزا العاديات عندك راح تغني كريوكي. خلينا نروح فيها. يلا فاذا شيء الان الحين ان ياكوزا من بصالة النفس عشان بصحت اليابان، راحت اليابان القديمة، انت غلطان، اللعبة لا تنسى سبحان الله ياكوزا. واو اوكي ده سريع. ف
هل أحتاج شيء زيادة أقوله؟ لا تزال ياكوزا. سؤال، هل احتاج يعني زيادة اقنعك انك تشتري ياكوزا لكي ركيشن؟ اللعبة لا تزال حلوة، لا تزال غبية، ولا تزال ضحك، لا تزال ياكوزا. فا اوفرول انصحكم به، لا تزال ممتعة. يعطيكم الف الف عافية على المشاهدة، كم اخوكم عبد السلام، ويعطيكم الف عافية على الدعم المستمر. مع السلامة اخوان، والله معكم.